صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حيكون درسنا او الفيديو تاع اليوم حيكون للسنه الاولى ابتدائي، حنديروا مراجعه عامه. كي نقولوا مراجعه عامه حنهضروا على الاساسيات، حاش نديروا تمارين، ندخلوا مباشره في التمارين زعما نعطي لهم جمل ونقسم كلمات وهما يركبوا. نو، ولادنا قبل ما يدخلوا للسنه الاولى ابتدائي لازم نعاودوا نراجعوا لهم كامل الحروف، الحرف اللي يكونوا نساوه لازم التكرار باش يعاودوا يشفاوه. هذه اول حاجه، يقراو كلمات، نمدوا لهم يقراو كلمات، نمدوا لهم يقراو جمل، فقرات صغار يعني نصوص قصيره، نسرحوهم في التهجئه تاعهم باش تتسرح. يعني بالنسبه لي انا هكذا تكون المراجعه. من بعد كي يدخل السنه الثانيه ابتدائي يبدا دروسه عادي، واش تبدا تقريهم الاستاذه، نتوما تكونوا معاهم اجور. ماشي في المراجعه حنمد لكم انا نديروا الوحدات والعشرات وحنديروا ترتيب الجمل، نو، قلنا يكونوا اساسيات. هذاك الطفل لازم يعرف يقرا الحروف، يعرف يقرا كلمات، يقرا جمل، الاملاء نديروا لهم الاملاء باش يتحسنوا في الكتابه. يعني في الرياضيات لا ميم شوز، يكون يعرف الارقام، كي تكتبي له 25 ما يقولكش ما على باليش وشنو، كي تكتبي له 100 يعرف باللي 100 يعني عادي، من واحد حتى ل 100. لازم تاني يقرا الارقام بالحروف، كي نكتبوا له 32 يقراها 32 الى اخره. دونك انا كتبت لكم المراجعه العامه اللي حنديروها مع بعض، عندي الحروف، من بعد قراءه الكلمات، من بعد قراءه جمل، نديروا لهم املاء. هذا في اللغه. من بعد وليدك يدخل عادي، وليدك يفهم واش يكتب الشيخه في الطابلو، وكي تمدلو في الكراس خلاص. المشكل في الاطفال اللي ما يعرفوش يقراو، اللي ماشي حافظين مليح الحروف، تما اللي يتبيرتورباو. نروحوا للرياضيات، عندي الارقام لا ميم شوز، قراءه الارقام بالحروف، كتابه الارقام بالحروف، يعني هذه حاجه اساسيه، يعني في كل عام في كل سوجي حتكون يكون هذا التمرين. وبيان سور عمليات حسابيه، الجمع والطرح، يعني هذه حاجه عاديه، هذه حتكون المراجعه. الفيديو تاع اليوم ماحش يكون طويل بزاف، عندي مشكل في الانترنت، لي فيديو ما راهمش يحبوا يطلعوا لي، دونك ديروه شويه قصير. نبداو بمراجعه الحروف، حتكتبوا لهم الحروف، دونك تكتبوهم لهم في ورق مقوى، تكتبوهم لهم بالفاتخ، يعني لكم الاختيار. انا ندير لكم هكذا في الكراس، وانتوما كيما تحبوا تزيدوا زيدوا. بيان سور الكلمات انا درت زوج، نتوما تقدروا تخيروا لهم الكلمه، الحروف اللي في وسط الكلمه، في اخر الكلمه، يعني نوعوا لهم، ما ديرلهمش غير زوج، عطوا لهم يقراو خمس كلمات ست كلمات يهجيها الى اخره. من بعد حنعاودوا نديروا عليهم املاء. دونك عندي الحروف ا او اي، ا او اي، اسد، عندي با بو بي با بو بي بن 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 اب، بقرة بطة، تا تو تي تا تو تي تن 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 ت، تلفاز تمر. شوفوا الامهات، انا اللي راني نقرا هكذا، ديروا في بالكم كاين امهات ما قراوش، كاين امهات ما دخلوش للمدرسه، كاين امهات دخلوا سنه اولى وخرجوا، كاين امهات ما شفاوش. يعني انا كي راني نقرا هكذا ما تقوليش انا نعرفوهم، بالك امهات يقول لك واش راكي تقري نعرفوهم وريهم لنا هكذا، برك كاين امهات كتبوا لي في لي كومونتير ما يعرفوش ما قراوش، هي لو كانت تشوف هذا ما على بالهاش وشنو، وحابه تقري ولادها. عندي ثا ثو في ثا ثو في ثن 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 اث ثلاجة ثور، هنايا تلفاز تمر، لا ما قريتهمش. عندي جا جو جي، جا جو جي، جن جون جين، اج جمال جبل. عندي حا حو حي، حا حو حي، حن حن حن، اح حارس حديقة. عندي خا خو خي، كي نلحقوا الحركات الطويله يعني نمدوا فيهم باش يوالفوا دراري، خا خو خي، خن خن خن، اخ خاتم، خيمه،
دي دا دو دي دا دو دي دن دون دن إد دبن دجاجة دلفين.